أعرف تفاصيل البحث ده والفايدة منه اللي هتعود على قطاع الزراعة بشكل عام من خلال الدكتور محمد الشاروني بينضم لنا عبر زوم على الهواء مباشرة. أهلا بيك يا دكتور وصباح الخير، وطبعا كل التوفيق لسيادتك في بداية الحديث. صباح الخير يا فندم، زي حضرتك، يا رب أهلا تكون بيك كله يا كل فندم. خير. أهلا بيك. الله يكرمك. طبعا في البداية حابين نتكلم على طبيعة البحث وإزاي ممكن يكون مفيد لقطاع الزراعة بشكل عام، وهل هناك مثلا قطاعات معينة في الزراعة ممكن تحقق أقصى استفادة من هذا البحث؟ هو يمكن استفادة من المركبات اللي تم إنتاجها خلال البحث ده واتنشرت عن طريق اللي فيه بعض المواد المفرزة، السموم الفطرية اللي بتفرز من بعض الفطريات اللي احنا اشتغلنا عليها وحاولنا اللي احنا نوقف النمو بتاعها، وبالتالي نوقف النشاط الحيوي بتاعها اللي هو السموم. فده بيبقى مهم جدا لنا في مكافحة السموم الفطرية اللي بتبقى موجودة على الحبوب المخزنة. وطبعا ده بيفرق معانا كويس قوي لما بنيجي احنا نصدر في عمليه الصادرات والواردات بتاعتنا بره مصر. بيبقى المنتج من الحبوب الغذائيه بتاعتنا السموم بتاعته فري، ما فيهاش سموم خالص، او النسبه بتاعتها بتبقى ضئيله جدا، فبالتالي بنقدر ننافس باستخدام المركبات دي ان الحبوب بتاعتنا تبقى الجوده بتاعتها عاليه جدا، وبالتالي بيبقى عندنا فرصه اكبر ان احنا ننافس بالمنتج المصري الزراعي المصري في الاسواق الاوروبيه العالميه الاوروبيه او الغير الاوروبيه. نعم. طبعا ده بيفرق معانا جدا في الدخل القومي اللي بيدخل من العملة الصعبة يعني. طيب قولي يا دكتور محمد، هذه المركبات هل هي من أجل الحماية فقط ولا من أجل العلاج؟ لو حضراتكم كده هي ممكن عندكم التصور الكامل. المركبات دي من أجل الحماية والعلاج. فلو كان يعني بعض السموم الفطرية خلاص اوريدي نزلت على الحبوب، في الحبوب المخزنة في الصوامع بتاعتنا، فيمكن من خلال المركبات دي اللي هي تكسر السموم الفطريه الموجوده عليها، وبالتالي بنقدر نرفع المنتج الغذائي او المنتج من الحبوب الغذائيه بشكل افضل. وفي نفس الوقت بتبقى مستوى الحمايه بتاعتها عالي جدا، فلو تم استخدامها قبل ما الفطر ينمو وبالتالي يفرز السموم بتاعته على النبات وقت الزراعه بتاعته، فبالتالي بيبقى كل الحبوب اللي طالعه من المنتج النباتي اللي هو ممثل في النبات كلها بيبقى ما فيهاش اي نوع من السموم، نعم. لسبب ان الكائن المسبب او الكائن المفرز للسموم تم تثبيط النمو بتاعه. طب امتى يا دكتور ممكن نستخدم، او في اي مرحلة ممكن نستخدم هذه المركبات في عملية الزراعة؟ بصراحة في منطقتين، في مرحلتين، مرحلة ما قبل الحصاد وقت ما الحبوب بتبدأ في النبات بيطلع الحبوب بتاعته، ده بيبقى مهم جدا لان الفطريات دي بتنشط في المرحله دي تحديدا، او وقت التخزين لما يبقى في تخزين عندنا فتره اكبر في الصوامع، بالتالي احنا نقدر نستخدم المركبات دي ويتم معامله البذور بيها بشكل كويس. يعني يا فندم بستخدمها في الحالتين ولا ممكن واحدة تغني عن التانية؟ بصراحه لو كانت للحمايه يفضل، لو واحده قبل افراز السموم ده بيبقى بيفضل جدا، لان ده بيحمينا ان احنا ما نخطرش اللي يبقى فيه معدل من السموم بتاعتنا على الحبوب، ده اولا. ثانيا بيبقى التكلفه بتاعت المركبات دي بتبقى اقل كتير جدا للفلاح، وبالتالي ده بينعكس على مستوى الدخل اللي هو بيدخله يعني ما طب قول لي يا بيقلش. دكتور، ما بين مرحلة الغرس ومرحلة الحصاد ممكن في بعض المحاصيل بتاخد وقت مش قليل، وحضرتك قلت إن أنت ممكن تستخدم هذا المركب في فترات الازدهار أو الإزهار بالنسبة للنباتات أو المحاصيل الزراعية، الفترة ما قبل تمام. مش ممكن تقلق حضرتك؟ لا، يفضل ان بعض الفطريات بتنمو سيلكتيف، يعني بتبقى متخصصه قوي اللي يبدا الظهور بتاعها عند ما النبات. لو احنا مثلا اتكلمنا على القمح او اتكلمنا على الذره، بتبقى الفطريات دي بتبدا النشاط بتاعها عند مرحله تكوين الثمره اللي هو بيبقى ممثل في الحبوب. فلو احنا استخدمنا المركبات دي في بدايه الزراعه، الفترات دي اوريدي ما بتبقاش مؤثره، يعني ما بتبقاش مؤثره على النبات. احنا اللي يهمنا المنتج الزراعي النهائي اللي هو ممثل اما في الحبه او في الثمره. هل دي يا دكتور ممكن تؤثر على طيب ان المنتج ممكن يكون اورجانيك او لا؟ لا، هي المركبات دي مركبات امنه تماما، فهي بنفس معادله المركبات العضويه او المركبات العضويه اللي بتبقى امنه بالنسبه للانسان او للحيوان لو هو تم استخدام الحبوب دي، فهي بنفس المستوى بتاعها، وفي نفس الوقت التركيز بتاع المركبات دي ضئيل جدا جدا، وبالتالي ما يبقاش في اي تاثير من السميه لا على المنتج كثمره او على النبات او على حتى المستهلك بتاعه سواء كان حيوان او كان انسان. هل الآثار الجانبية بالنسبة لها زيرو؟ 0%. آه ودي من ضمن الحاجات المميزه للمركبات دي.